يعني البعض يقول لولا ضغط الإطار وقال الجلسة في اليوم الفلاني يجب أن تختاروا رئيسا لمجلس النواب وتحسموا هذا الأمر. يعني لا شك شوف، يعني لا شك القرار السياسي الشيعي هو يمكن أن يوصف بأنه هو أحد، هو يعتبر من صناع القرار، إضافة إليهم البيت السياسي الكردي. نعتقد البيت السياسي السني لا يمكن أن يوصف بأنه من ضمن صناع القرار في المعادلة السياسية العراقية لأسباب كثيرة. البيت السياسي السني منذ عام 2003 كان بيت منهزم خاسر في المعادلة السياسية، كان ينظر البيت السياسي السني بأنه جزء من النظام السابق، جزء من تنظيم القاعدة، غير راغب بالعملية السياسية، كثير من المعطيات. أيضا هناك كانت إرادة إلى تهميش وتكسير البيت السياسي السني بأن لا يكون جزء من المعادلة السياسية من أجل الاستحواذ على القرار السياسي السني. إضافة لذلك بأن البيت السياسي السني لم يكن مهيئ في أن يدخل بالعملية السياسية ولم يكن منظم حتى ما قبل عام 2003 عند احتلال العراق. بالتالي جميع تلك المعطيات كسرت البيت السياسي السني، وبالتالي نعتقد أن أغلب قيادات البيت السياسي السني هم نتاج قرار سياسي شيعي وقرار سياسي كردي، وبالتالي من الصعب جدا أن تأتي وتعمل على جمع تلك القرارات في قرار سياسي موحد. نعتقد أن البيت السياسي السني كلما كان ضعيف، كلما كان بيئة آمنة على أن تنفذ هناك مشاريع سياسية من قبل القرارات السياسية الأخرى.